قال نائب الأمين العام لشؤون السياسيين بجهاز العمل الخارجي الأوروبي كريستوفر بليارد إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لبروكسل مهمة جدا، وسيجري خلالها عددا من اللقاءات تتمثل في لقائه بوزراء دول الاتحاد الأوروبي والممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بجانب لقائه المفوضين القادمين الجدد والبرلمان الأوروبي، مبينا أنهم ظلوا في أوروبا يتابعون ما يجري وما يجري في السودان، خاصة نجاح الثورة السلمية، فضلا عن تشكيل حكومة انتقالية. وأبان كريستوف أن زيارة حمدوك الآن لأوروبا من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بإجراء محادثات لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب توطئة لمعالجة ديون السودان الخارجية.